شلون الواحد فينا يعرف إذا ولد شخصية قيادية ولا هو تابع؟ متعرفون الناس صنفين، إما قائد أو تابع. طيب شلون أقدر أكتشف أو أختبر ولدي من خلال كلماته ومن خلال عباراته أنه شخصية قيادية؟ أنا أقول لكم الاختبار التالي: ولدك أو بنتك لما يدخلون في مجموعة من الأطفال شوفوا اللغة اللي يستخدمونها. فلما يقول أنا ألعب مع منو، معناته هو شخص تابع يبي يلعب مع أحد يقوده. شوفوا العبارة: أنا ألعب مع منو، أنا ألعب مع منو، معناته أحد يقودني، أحد يديرني. لكن شوفوا النموذج الثاني: لو الطفل قال من يلعب معاي، منو يلعب معاي، معناته أنا القائد، معناته أنا اللي أخطط، معناته أنا اللي أدير، منو يلعب معاي مو أنا ألعب مع منو. ولهذا حقيقة أنا عتبي على بعض الآباء والأمهات اللي أحيانا يدزون عيالهم دز، يعني يدخلونهم في مجاميع حتى يلعبون ويقولونهم يلا أنت تصير الرئيس وأنت تصير التابع وأنت تصير الكابتن وأنت. طيب ليش الأب والأم يتدخلون؟ ليش؟ كذي قاعدين يدمرون نفسيات عيالهم، وبالتالي هذه ضد التربية القيادية للطفل. التربية القيادية أني أنا أربي ولدي وأغرس فيه أن أنت قائد، يلا خطط، فكر، يلا ابدأ، وابدأ دير مجموعة. فإذا أنا من خلال العبارات أقدر أفهم أنا شخص، أنا ابني قائد أو تابع. وبالتالي إذا هو قائد أعزز عند القيادة، وإذا هو تابع أعلم مهارات أن يكون تابع ومهارات أن يكون قائد، وهذا جهد مهم في التربية.